واللي فيك ما مهمك، واللي فيا راه ما مهمك. دايره كلشي وخاصة تجلستنش. وبغيتي نخليك انت ما غاديش يجيني داكشي. ما غيعجبكش ياك. ما غاديش يعجبني. اللحم يطلع مر. لحمي مر راني. ما يعطينيش. انا تشوفوا لكوب ديالي ملي كنكون دايره شعري شي دهنه ولا شي حاجه كنديرو في حلاقيه. المهم كتشوفوا معايا هنايا انا في بيت الصابون فوق في السطح، هانتوما هادشي كله خاصو يتنشر من بعد ما نساليو. وهذا هادي في يديا، هي اجواء عيد الكبير. المهم عندي اجواء عيد الكبير في الدار، الذبح ناس سلخناه هاد المره جمل ماشي حوالين ما دحنا ما تلخنا. هي كنضحك معكم اليوم. تهينا اننا نديرو باربيكيو وقلنا نشاركو معكم، علاش ما نشاركوش معكم؟ تطلعنا لهنايا الفوق عاد قلنا علاش ما نشاركوش معكم هاد الاجواء هادي. المهم طلعنا هنايا، ها نتوما كتشوفوا اجواء ديال عيد الكبير، مجمر الكبال من بعد ما ناكلو غادي نشويوه حتى هو. هنا كاين الاستاذ عادل، اش كدير؟ كندوق تسرق الزيتون. سرق الزيتون. تما كاينه الاستاذه ماما جالسه كترتاح تماتا بعد ديال الطبله هي كتشيه. خليكم معايا باش تعيشوا معنا الاجواء ديال عيد الكبير. يا ها هي جالسه كتشوي، شبعتنا دخان قلت لك اجواء العيد. مالك لقيتي اجواء العيد؟ اجواء العيد قالت لك. هذيك الصنداله ديال العيد. هادي الصندالة جاب عليا راجلي معايا في بيجامة العيد. الله يسمح ليك. اش كتقولي للمشاهدين؟ اش كنقول لهم؟ مرحبا بكم معنا وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديو ديال اللي شاركت معكم قبل من هذا ديال تجربة الحمل، و شكرا على تعاطفكم وشكرا على ميساجاتكم وشكرا على التفاعل ديالكم يعني بلي لايك وبلي كومونتير وكل شيء، وحتى في الانستغرام. شكرا لكم بزاف وشكرا للناس اللي هزوا النمره من ديسكريبسيون عيطوا لي، وشكرا للناس اللي صيفطوا لي في الواتساب. شكرا لكم بزاف. هذا فخر باقي ما يوجد، باقي ما بغى يوجد. خليكم مع الطبيعه. قام وريتيهم الطبله ديالك ولا بقى سادة؟ لا غير حل. بلادي راه حل عند الله، راه مشى الحاج الصحي. اش حلو راه هذاك كلشي يسد مع الثمانية قالها. ماما كتوجد الكبال ما بعد الباربيكيو. ما بعد الباربيكيو صراحه كيعجبنا داك الكبال اللي كيتباع في السوق اللي كيكون مشوي وسميتو، ولكن هاد الايامات هادي ديال كورونا ما كليناش، جابوا عادي باش نصايبوه هنايا في الدار. المهم ما نجلسوش بلا ما ناكلوش الكبال مشوي. ها نتوما بارك الله ربك. واللي فيك ما مهمك، واللي فيا راه ما مهمك. دايره كلشي وخاصة تجلس تنش. وبغيتي نخليك انت ما غاديش يجيني داكشي. ما غيعجبكش ياك. ما غاديش يعجبني. اللحم يطلع مر. لحمي مر راني. ما يعطينيش.
نشوي ليكم مارتينو دار جوج نشات وهي تعيا ولا جبدك المهم دات البركه جوج نشات داك الشيء اللي تيدير الملحه في الاخر شوف تيدي لها ياك هي اللي قال لك ديري لها هكا هنايا ها هي شويه الاولى عادي الماما المهم حيدنا لا صالاد وداكشي حتى الاخر حنا شعب ديال غمس عاد ديك الساعه قلب على شي حاجه اخرى ها هي باقا هنايا كيتشوا ودرت لهم موسيقى داكشي ديال يا شمس العشيه مع وقت العشاء وداكشي
شواو بسم الله. المهم داكشي ديال لا ماما بركه راه خفتو بيتشوطو دغيا. ها هو صافي دابا مزيان. شو ماما نسات القشره في وحده. المهم الاجواء ديال السويقه ما انا صايبت لهم هنايا المكرونه بلاصوص بيشاميل وانا مصايب الكبال والكبال اللي صايب عادي لها هو والزيتون. Thank you.
بالنسبه لليوم كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم ودوزتوا معنا واحد الجو اللي هو عائلي خفن زربن داكشي خفيف ظريف. كنا غير طالعين نديروا بيكنيك واجواء العيد. شمن خفن زربن باقي عاد يهبط المعان ويهبط هادشي وينقص الطاع. المهم هادشي كله باقي ليه هو خفن زربن. وهذا ما كان بالنسبه اليوم وتهلاونا فراسكم والعادي بسلامه. باي باي. ماما قولي بسلامة. كلينا وشربنا حقكم في الجنة. قولي بسلامة. قولي ديروا لايك. ديروا لايك.